السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثمة فرق واضح ما بين الغاية والوسيلة في كل مجالات وشؤون الحياة، وأحيانا قد يغيب هذا الفرق عن الأذهان، أو قد يتغافل عنه الناس قصدا أو من دون قصد. وهنا تظهر المشكلة حين تتحول الوسائل إلى غايات والغايات إلى وسائل. وفي هذه الرسالة القصيرة التي أود أن أوجهها إلى إخواني الكرام من معلم العربية تحديدا، أو إلى الناطقين باللغة العربية في أي مجال كانوا على وجه العموم، أولئك الذين قد أثقل كاهلهم بكل هذا الكم من المسميات والاستراتيجيات والوسائل في كل جوانب عملهم، خصوصا في مجال التعليم والتعلم، حتى أننا نرى أنهم قد أصبحوا يقحمونها في كل جانب من جوانب العملية التعليمية، قبل تحضير الحصة، أثناء تحضير الحصة، أثناء تقديم الحصة، وقت الاختبارات والتقييمات. في كل جوانب العملية التعليمية نقحم دائما هذه المسميات من الاستراتيجيات وغيرها، حتى أننا نجد من إخواننا من إذا أراد أن يشارك مثلا شيئا معينا قد قام به على وسائل التواصل الاجتماعي، يضع هذه المسميات البراقة والتي تلتفت إليها الأعين أولا بمسمياتها العربية أو غير العربية أولا، ويجعلها في الأمام، وكأنه يقول لمن يشاهد: انتبه، فأنا قد قمت باستخدام هذه الوسائل، أنا قد طبقت هذه الوسائل في صفي وفي حصتي. وبالتأكيد أنا لا أقلل من أهمية ذلك، بل أنا أعلم جيدا مدى أهمية هذه الوسائل والاستراتيجيات، وإلى ضرورة تعلمها، وإلى ضرورة أن يتقنها المعلم، وإلى ضرورة أن يطلع عليها، حتى أنني شخصيا من الذين يحاولون بقدر المستطاع أن يقوموا بنشر هذه المعلومات وبنشر هذه الأبحاث وتقديمها إلى إخواني الكرام من المعلمين والمعلمات. أنا أحاول بذلك بقدر الإمكان، ولكن أن يتحول الأمر من المعرفة النظرية إلى هذه الوسائل وتخرج من كونها وسائل إلى غايات، هنا تصبح أو تظهر المشكلة الحقيقية. فبالتالي رسالتي لكم إخواني الكرام ألا تدعوا ذلك يؤثر عليكم، وألا تنشغلوا كثيرا بهذه الوسائل عن غايتكم الأسمى والأرقى، وهي أن تقدموا العلم والمعرفة إلى أبنائنا الطلاب في كل مراحل التعليم. وفي هذا السياق أنا لا أستطيع أن أغفل دور القادة، قادة المدارس، قادة الفرق، رؤساء الأقسام، الذين لهم دور سلبي للأسف الشديد إلى تأصيل هذه الفكرة في أذهان المعلمين، حتى أصبح أن مقياس الأداء، مقياس أداء المعلم إن كان جيدا أو غير جيد، بمدى معرفته وبمدى إلمامه وبمدى تطبيقه لهذه الاستراتيجيات بشكل ظاهري وليس بشكل واقعي. حتى أن الواحد منهم قد يدخل إلى الصف الدراسي ليشاهد حصة معينة ويود أو ينتظر أن يسمع هذه المسميات تقال أمامه. وكثيرا ما أرى تسجيلا لحصص اللغة العربية وأنا أسمع المعلم أو المعلمة يقول لأبنائه الطلبة: الآن سوف نستخدم استراتيجية الكرسي الساخن مثلا، الآن سوف نستخدم استراتيجية عقارب الساعة. ما دخل الطالب في ذلك؟ لماذا تريد للطالب أن يعرف أنك الآن سوف تستخدم هذه الاستراتيجية؟ قم بتطبيق نشاطك، قم بتطبيق الذي تقوم أو قمت بإعداده في الحصة من دون أن تخبر الطالب: الآن سوف نستخدم هذه الاستراتيجية. ما دخل الطالب في ذلك؟ الطالب لن يتذكر ذلك، ولكنه سوف يتذكر الأثر الذي وضعته أنت في نفسه وفي علمه وفي عقله. ربما إخواني الكرام من يفعلون ذلك ربما لكي يلفتوا الأنظار إلى أننا من يراقبنا، من يريد أن يقيمنا، ألا فلتعلم أننا نقوم باستخدام هذه الاستراتيجيات. أنا أتفهم ذلك وإن كنت لا أوافق عليه. أنا أتفهم أن من الظروف الكثيرة المحيطة بالعملية التعليمية وخصوصا الموجهة إلى معلم العربية من تدفعهم إلى القيام بذلك، ولكنني بالتأكيد لا أوافق عليه، بل وأدعو كثيرا إخواني الكرام إلى ألا يتأثروا به، وإلى أن يدافعوا عن موقفهم، وإلى أن يظهروا مدى قدرتهم ومقدرتهم الحقيقية والجهد الكبير الذين يبذلونه داخل وخارج الصفوف على أرض الواقع، أن يظهروا هذا
أن يبينوه وأن يوضحوه في التلاميذ وفي النتائج قبل أن ينتظروا رأي فلان أو تقييم فلان وغير ذلك. مرة ربما ثالثة أو رابعة لا أذكر، أقول أنا أتفهم الدافع وراء ذلك ولكنني لا أبرره بالتأكيد ولا أوافق عليه. وأخيرا رسالتي لكم جميعا التي لا أنفك أقولها بكل موقف وفي كل مكان، أنتم مقدرون، لا يجب أن تنسوا هذا، أنتم كرام مقدرون في كل الأماكن وفي كل الأوقات. دمتم بخير.